المقاتلة بايراكتار التركية ستربط بين F-35 وهيمارس ومنظومة باتريوت الدفاعية. نفذت أولى رحلاتها في بولندا بنجاح. أعلنت شركة بايكار التركية تنفيذ الطائرة المسيرة المسلحة بايراكتار TB2 أولى رحلاتها التجريبية بنجاح في بولندا، والتي جرت فوق قاعدة ميروسوفيتش البولندية، كما جرى نقل الخبر السار من قبل هيئة الأركان العامة هناك. وبخلاف TB2S العادية، جرى تزويد بايراكتار التي تم تسليمها لبولندا بهوائيات موجودة على الذيل وجسم الطائرة، تمنحها قدرة أكبر للبقاء في الجو والتحليق على ارتفاعات أعلى. تم تسليم أولى طائرات بايراكتار TB2C في الحفل الذي أقيم في قاعدة الطائرات بدون طيار 12 البولندية في 28 أكتوبر 2022 الماضي. ألقى وزير الدفاع البولندي التصريحات التالية في خطابه في الحفل: اليوم نقوم بإعادة إنشاء وحدات الجيش البولندي. نحن نعزز قوات جيشنا بأول بايراكتار موجودة بالفعل في قاعدة المركبات الجوية غير المأهولة. من المهم زيادة قدراتنا الدفاعية باستخدام طائرة بايراكتار بدون طيار التركية. وأردف قائلا: إنه بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار المسلحة، قمنا أيضا بطلب واستلام محطات الرادار والتحكم الخاصة بها. كما قال من جهته، أضاف رئيس الوزراء البولندي أن بايراكتار TB2 ستعمل مع الطائرات الحربية من طراز F-35 أنظمة باتريوت وهيمارس البولندية، والتي تعتبر من أسلحة الناتو الرئيسية. وعبر قائلا: سيخدم النظام ككل غرضا تشغيليا محددا ضمن إمكانية الصراع لدينا، ونتيجة لذلك لن يتم استخدام الطائرة بدون طيار بشكل مستقل، ولكن ضمن نظام أكبر ستكون بايراكتار مكملة لأنظمة الدفاع والأسلحة الرئيسية التي يستخدمها جيشنا. مشيرا إلى أن الطائرات الحربية من طراز F-35 أنظمة باتريوت وهيمارس، والتي دخلت مخزون بولندا منذ وقت قريب، ستكون بايراكتار التركية مفتاح التنسيق الفعال بين هذه الأنظمة الثلاثة.